الفنان هاني شاكر هيحيي حفلة في اسكندرية في 6 الشهر اللي جاي في قاعة المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية. هاني ليه فترة متغيب عن ساحة الحفلات الغنائية، لكن صرح لنا ان الفترة اللي جاية هيكون في عدد من الحفلات في القاهرة واسكندرية. أنا نفسي مرة أفهمك الحب مش ألبوم صور، روحي معاك بتونسك، وحشني نفسي ألمسك وأحضن إيديك وأنا بحرصك ونعيش سوا من غير صور. المطرب رابح صقر خلاص انتهى من تسجيل ألبومه الجديد مع روتانا، وسلم نسخة الماستر للسيد سالم الهندي مدير عام روتانا، وقريب قوي هيتم طرح الألبوم في الأسواق. باين عليك اليوم زعلان مني حبيبي قلبي، قلي وش فيك زعلان، اكون حجات وحكى شي عني غلطان، لو صدقت والله غلطان. باين عليك اليوم زعلان مني حبيبي قلبي، قلي وش فيك زعلان، اكون حجات وحكى شي عني غلطان، لو صدقت والله غلطان. شريف عبد المنعم احتفل بطرح ألبومه الجديد تتر النهاية، وأقام حفل خاص في جريدة البوابة. عربوت كانت موجودة وقابلت شريف، تعالوا نشوف. ألبوم تتر النهاية ما كانش ألبوم، يعني ما كانش فيه نية أن يكون فيه ألبوم. أنا زي شباب الثورة اللي نزلوا في الميادين الثورية كلها، أغاني كلها تلحنت جوه الميادين وتغنت على المنصات في الميادين. لما لقينا إقبال من الناس ولقينا الناس بتحفظ الأغاني، فجرؤونا أن احنا ننزل الألبوم. كنا هننزله على الإنترنت، اجتمعت بالمنتج الفني أستاذي وأخويا الكبير أستاذ فايز عزيز مدير شركة ميوزك ناو، فالعمل عجبه فقال لي لا احنا لازم كمان نطرحه في السوق على سي دي. فطبعا الفكرة قعدت تاخد تكبر وقعدت تاخد في وقت، فيعني الحمد لله وصل الفورم النهائي ان احنا يعني ألبوم تتر النهائي النهاردة في السوق، وان شاء الله تبقى بداية خير. يعني الألبوم عبارة عن 4 أغاني، أغنية تتر النهائي، أغنية شريطة سودة، أغنية باب بلدنا، وأغنية اسمها ادخلوها آمنين. الأربع أغاني ألحاني وكلمات أصدقائي الشعراء، الناس اللي تعبت معايا جدا، أحمد حسن رؤول، محمد عبد الله، هاني علي، ومن توزيع موسيقي المينا ناجي ورامي عادل وعدنان الشامي وجيزو، طبعا مهندسين الصوت، الناس اللي وقفت جنبي كلها، التيم وورك بتاعي، السوشيال ميديا، الناس اللي على الفيسبوك، الفانز كلهم. يعني متشكر على كل حاجة الناس طبعا بتعملها. عشان خد سنة ونص لاني كنت بدور على احسن صورة ينزل بيها الالبوم، هي تجربة شخصية عن احساسي. انا مش مقدم برودكت علشان ابيعه، يعني انا مش منزل عمل اكسب منه فلوس. انا نفسي طبعا اعمل كده، وحاولت اجتهد السنة ونص دول عشان الموضوع يطلع باحلى شكل يليق بالاذواق الناس طبعا اللي بتسمعنا. في 4 أغاني وطنية سجلهم شريف عبد المنعم وأنتجهم وكتبهم في ميدان التحرير، تعال نعرف بقى إيه حكايتهم من شريف نفسه. الفن بيأثر في شعوب كتير جدا جدا، الفن لغة شعوب كتير جدا جدا، فدي ده إحساسي تجاه البلد. أنا شفت، يعني أنا ما سمعتش وما اتفرجتش على التلفزيون، أنا شفت يعني بتفرج على الناس بتتقتل في التلفزيون في الأفلام الأجنبي، شفتها قدامي في ميدان من الميادين، فتوجعت، المنظر وجعني وخضني غير انه وجعني، فانا حبيت انقل الصوره ديت. شفت ان العيون اللي كانت على البلد والناس اللي كانت عايزه تدخل تحت اي مسمى حقوق انسان، حقوق مراه، باي حاجه، فطبعا برضو شفنا دوت جوه الميدان، فلا احنا نقفل باب بلدنا علينا، احنا دي حاجتنا، زي كده من الناس بتقفل باب شقتهم عليهم بمشاكلهم بحياتهم السعيده بكل حاجه، فاحنا برضو كبلد كبيره شؤوننا تخصنا. ده احساسي تجاه البلد، يعني في نماذج احسن مني بكتير قوي وطنيين. انا شفت 4 حالات ما بين الشهيد وما بين العيون اللي على مصر وما بين الفساد والظلم وما بين البلد اللي محتاجه دعاء في كل وقت. طليقه تايم حسن بتغيظه جدا، اللي هي دي مبيعه، ولكن كمان تايم حسن بيغيظها جدا برضو الفتره دي. كل التفاصيل هنعرفها بالصور بعد شويه.